القشعة ذي اللي قدامنا نمشي على النفوذ، شوف كيف؟ يلا بسم الله ما شاء الله، اليوم ناخذ لنا رحلة حلوة. يس خلنا رحلة سريعة، هذا ماجور والكايدة مع ابو فارس. بسم الله هذه بنتها مستنشطة. تبي بنتها ما أبغى. أيوة. الجو اليوم حلو. حلو حلو. سلام يا سلام. أنا ماجور ما يحب الأطراس مرة. طبعا دائما قبل الاسفلت نهدي. عطني اياه ترى جيبي ما في اسفلت نهدي عنه. بالاخص الحديد او الخيل اللي مركب له حديد ادوات. حتى لو ما كانت بغير حديد ترى ممكن انها تتزحلق الخيل، لان الحافر اصلا قاسي زي الحديد يعني ما في فرق. سلام اهلا. ما شاء الله الأرض مربعة ما شاء الله ما شاء الله. سلام يا سلام. لا لا من عندك كل حجر فوق ننزل تحت نمسك اليمين. كذا شوف من هنا سيدة لين تطلع هذا بفحمها، بعدين ننزل مع نزل النفوذ ونكمل عاد ناخذ لنا لفة تمام، بعدها ننزل من الجهة الثانية النفوذ الأرضية كلها حلوة لين ناخذ لنا لفة كاملة. تأكد إني أصور. بسم الله روح قبل عشان أصورك. سلام يب ايه كمل كنترة بس. يا سلام يا
ايش بس؟ طلع ارض حلوه لو ناخذها كنتر من هنا ابو فارس. اوكي. ابو فارس في العرق شو هذا حلوه لو نروح جهتها كذا بس الارض حجريه. هنا نفس القشعه ذي اللي قدامنا نمشي على النفوذ شوف كيف؟ ترى عليها صعبه مره خلها تطير براسها كذا على اليمين وننزل على النفوذ ذيك. يلا خذها على اليمين. يا سلام روح لقطة حلوة. ايوه عطها زي ما انت سيدة. عطها سيدة. يا سلام. يا بس يا سلام. يا سلام. هنركب لك الكاميرا. ركب لك الكاميرا. ما شاء الله عليك يا ماجور. المسافة من هنا مستوي 6 كيلو 7 كيلو وراح ناخذها كلها مسافة عشان الخيل ان شاء الله تبعد عن الاصابات او تارة نتاكد ان شاء الله ان امورها تمام والوضعهم من احلى ما يكون. الارضيه يعني ما بقاس يعني ما وراها ما وراها غير كذا. احنا نختار المسافه اللي نمشي فيها نبعد عن الحجر لاني انا اعرف الحدود لاني لو بعرف الاتصال للحجر تمشي على طول يا مو مخلوق بالاول والاخير. الله يبارك فيك فارس والفائده معك. سلام. اي والله شايده ما شاء الله عليها اليوم طلعت في قلبها كله. على بنتها. اي والله.
اي والله الكشات اذبحونا، لقيت كل من كشت نظف اللي وراه، شف بقايا قزاز لقيتها بس على بلاستيكات وقراطيس وسفرة. ايوه يا كوتش، ما شاء الله. تنافس تنافس، حسبوا انهم وهم جنب بعض على طول يدخلون يتسابقون. الله يعافيك يا رب. يوم العافية والله، رحلة سريعة جميلة طويلة ملمومة ملمومة، وفيها كل شيء من مسار من تروت كنتر فتح استعراض طيران، بعض الناس قلبوا أجنحة ما شاء الله تبارك الله. العافية ويلكم. وعليكم السلام.